ومجددا مشاهدينا بنترافق نحن وياكم، واليوم ضيفي بهالزمن الميلادي محمد الأمين. محمد مدير مؤسسة لتعارفوا. محمد هو صديق عزيز للبرنامج، صديق عزيز علي، وبحب أول شيء لك أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. وبحب بلش بما أنه رح نحكي عن قيمة المحبة بهالأيام اليوم ببعض من أبيات من الشعر للعلامة السيد علي الأمين، يعرض من خلالها بيان قيمة الحب والتسامح والتعايش، وحيث يقول: معا عشنا بأرض الشرق دهرا نصارى إخوة للمسلمين، ونحن أيضا على خطى الأجداد نمضي بإيمان وعزم لن يلينا، ونبقى الأوفياء لما ورثنا بسلم واعتدال مؤمنين، نصون بذلك عهد العيش أهلا، ولن نرضى بغير الحب دينا. صباح الخير. صباح النور. بدنا نقول لها مرسي لزينب. الله يسلم. بداية ميلاد مجيد بولادة السيد المسيح عليه سلام الله. مرسي. تنعاد عليك وعلى الجميع وعلينا. خلي ليك. وعاد الله على البشرية كلها بالسلام الذي ولد مع السيد المسيح. وبالمناسبة لن نرضى بغير الحب دينا هو شعار المؤسسة. نعم. لأنه الأديان هي الحب، وهل الدين إلا الحب؟ وعليه بتبقى التنوع الانتماء الديني هو وسيلة وإرادة لتحقيق المحبة بالمجتمعاتنا على صعيد الأفراد وعلى صعيد المجتمع وعلى صعيد العمل بكل مراحل الحياة. نعم. قيمة الحب اليوم، هل بعد عنده قيمة الحب؟ طبعا الحب موجود، المحبة، الحب والمحبة موجودين، وإلا يعني مثلا نحن ما بنكون موجودين هلأ على الهوى مع حضرتك. المحبة هي مثل ما قلنا إرادة وأسلوب حياة. يعني المحبة هي العطف على الآخر، المحبة الاستماع إلى الآخر، احترام الآخر، الآخر الإنسان من دون النظر إلى انتمائه أو لونه أو طوله أو عرضه. ليه صعبة محمد؟ ليه صعبة إنه نحب؟ لأنه نحن ما عم يعني دائما دائما بمجتمعاتنا أو على صعيد الأفراد عم ننطلق من المختلف للتعامل مع الآخر، ما عم ننطلق من المشترك اللي بيجمعني مع الآخر. بمجرد انطلاقي من الاختلاف فأنا ما رح أوصل لمحل، ومجرد انطلاقي من المشترك فنحن يعني في عيش واحد بنكون، وفي سلام واحد، وفي تعاون واحد. ليه عنا خوف انه نحب؟ ليه منخاف دايما انه نحب الشخص اللي ما بيشبهنا؟ هي الثقافة، الثقافة الخطأ، انه التخويف من الاخر، لانه من غير ديني، من غير مذهبي، من غير بيئتي. هذه ثقافة الحقيقة غريبة عن الأديان كلها مجتمعة، لأنه ما إجا ولا دين أبعد أتباعه عن ملاقاة الآخر. ما أتيت إلا لأكمل الناموس. طيب، لا إكراه في الدين. أحاديث كلها تدل على أنه الإنسان الآخر، الإنسان هو إنسان. يعني لونه مش نقيض المحبة، ولا عمله نقيض المحبة، ولا رأيه الآخر بالسياسي أو بالعمل كمان نقيض المحبة.
المحبة دايما كما جاء في الإنجيل المقدس، لتصير كل أموركم في محبة. يعني عنوان التعامل مع الآخر هو المحبة، أكيد والمحبة هي سبيل من سبل النجاح ورقي المجتمع وتقدم المجتمع وحتى تقدم الفكر الإنساني. يعني أنا ما فيني أحمل الكراهية للإنسان بنفس الوقت يكون ابني نجاحي على كره الإنسان، لأنه مهما كنت ناجح ببعض الأماكن أو ببعض المواقع، الكره والحقد راح يوصلني إلى مكان أدمر ذاتيا، لأنه الكراهية بتدمر، أما المحبة هي اللي بتبني العلاقات، بتطور الفكرة، بتوسع من تواصل مع المجتمع. ليه تعتبر أوقات هي ضعف؟ الكراهية ضعف، المحبة ضعف، المحبة لأنه الإنسان بيصير هيك، بيصير أحن، بيصير أحسن، بيصير تعتبر ببعض المواقف إذا بدك، أو إذا وجدت تعتبر ضعف. هل هي ضعف أو قوة؟ أنا بخالفك أنه المحبة ضعف، المحبة بالعكس، المحبة دليل قوة، حتى دليل قوة أكثر، لأنه أنا اختلافي معك عم بخلي محبتي موجودة. يعني معناتها أنا قوي بمحبتي رغم اختلافي معك بالرأي، نعم أنا أحبك. يعني لا يفسد في الود قضية، اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. أكيد يعني الحب هو الأساس والمحبة هي الأساس رغم الاختلاف بأمور كتير. أكيد وفي هيك بيت شعر بيقول: لا أطلب العفو عن حبي لكم أبدا، لا أطلب العفو عن حبي لكم أبدا، فلا أرى في الهوى خطيئة. يعني بمعنى أنه أخطأت بإظهار بخياري وبإظهار المحبة. محبتي. فالاعتراف اللي بيخلي المحبة تزيد هي أنه ننتقد ذاتنا ونحاسب ذاتنا على بعض رواسب أي علاقة ممكن تطفي عليها، يعني خلافات الرأي بالمعنى. نعم نعم اليوم المحبة قديش صعبة بأيامنا اليوم، بالظروف اللي عم نمرق فيها، بكل هالصراعات اللي عم نمرق فيها، بواقع الحياة اليومي اليوم. وكيف لازم نتعامل نحن مع هالواقع تنقدر نعيش هاللي عم نقوله؟ هو نفس ال يعني بدي دير خدي 7 مرات 70 مرة؟ لا، المحبة مش معناتها اكل قتلي انا ابدا. لا، نحن ما فينا نقول انه تبادل المحبة والاحترام المتبادل هو ضعف. هذه يعني حكينا فيها، بمعنى انه المحبة كما مثل ما قلنا انه هي دليل قوة، وبعلاقاتنا اليومية وبحياتنا اليومية. يعني أنا عندي حب أنه أقوم بكرة وشوف شو بدي أنجز، عندي محبة لأنه أقضي وقتي في أي مشروع، حياة بدها تستمر. نعم فالأسهل والأنجح هي استمرار حياتك بمحبة من دون أي كره. هلا شايفه بايدك ورقه، في شيء بدك لا، تقوله ما هذه قلته؟ ملاحظات، ملاحظات. ملاحظات. ايه. في شيء ملاحظه كنت حابب تقولها؟ يعني الدين هدي وحب الناس جوهره،
والحب ينفي سبيل البغض والحسد. فالدين والحب متلازمان، يعني ما فيني أنا أكون مسلم أكره الآخر، دين أتباع الدين الآخر وأبقى على إسلامي، لأنه الكره يتنافى مع انتمائي الديني وعقيدتي. وهذه الأمور، أهلا وسهلا هو فيك الإنسان. محمد، دايما العفو، الجلسة معك و يعني كانت قصيرة ولكن قلنا اللي بدنا نقوله، كان المهم نوصل الرسالة اللي بدنا إياها. شو الرسالة بتحب توجهها اليوم؟ وأول الله يطول بعمر الله الوالد، يسلمك يا رب. والرسالة اللي بتحب تكملها أنت. نحن الرسالة اللي نحب نكملها هو أنه الأديان مجتمعة هي غاية من غايتها المحبة، ورح نبقى بهيدي المحبة نحملها رغم كل أحقاد موجودة. في أحقاد موجودة، نحن بدنا نشتغل على إزالة هذا الحقد، إن شاء الله يعني على إزالة خطاب الكراهية، إن شاء الله ونحل محله خطاب المحبة، إن شاء الله لأنه المحبة لا تسقط أبدا أبدا. أبدا. وإن شاء الله أوطاننا بتكون ناس أوطاننا لابسة لباس المحبة. المحبة تجعلكم كالثلج أنقياء. أنقياء، صحيح. على أمل اللقاء إن مثل شاء دايما. الله، يعني لا، شكرا لك للسنة الجديدة إن شاء الله إذا الله ينعاد رام، عليكم بالصحة والعافية. وعليك يعني مشاهدينا. لا نطلب العفو عن حبي لكم أبدا، شكرا فما محمد، أرى في الحب في الهوى ذنبا اقترفناه. المحبة كنز. تختم هيك، تختم كل شيء. شكرا لك مشاهدينا، بريك من بعدها بنرجع.